السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم بنات عاملين ايه؟ فيديو النهاردة من الفيديوهات المطلوبة طبعا على القناة واتطلبت مني بصراحة كتير جدا، وهو الروتين بتاع عمل الشيفينج، وازاي اعمل شيفينج وفي نفس الوقت تبقى بشرتي ناعمة وحلوة وما فيهاش بثور، ما فيهاش حبوب، ما تبقاش بتشوك زي ما بيقولوا. فايه هو الروتين اللي المفروض نعمله او ايه الطريقه الصح اللي المفروض نعملها؟ تمام. طيب بدايه كده انا عايزه اقول لكم كام حاجه. اول حاجه، انا من النوع الناس اللي مش بتحب تعود بشرتها على حاجه، يعني دايما احب اكثر روتين البشره، عشان كده تلاقوني دايما بجرب حاجات كتير وبعمل حاجات كتير مختلفه، ممكن استخدم 3 غسولات مع بعض مختلفين. انا مش بحب اعود بشرتي على حاجه، فانا بستخدم حاجتين لازاله الشعر وهما السلكابيل والشيفنج. تمام كده، بمرات متتاليه، يعني مره كده مره كده. عايز اقول لكم مثلا مره بالسلكابيل ما اقدرش اكمل، اتعب اروح مكمله بالشيفنج وهكذا. تمام، فدي اول حاجه، لكن الاساسي هو الشيفنج. بدايه كده من غير صدمات، انا عايزه اقول لكم ان انا بستخدم الشيفنج ده بقالي 7 سنين، اليكم الرقم ماشي، 7 سنين تقريبا، من ساعه ما خلفت بنتي الاولانيه. بصوا، انا واحده من الناس اللي بتخاف من الالم قوي وبتالم، يعني الالم يعني ممكن يكون الالم بسيط بس انا بتالم، فاهمين يعني؟ فاهمين. فمن ساعه ما ولدت بنتي الاولانيه والالم بتاع الولاده والكلام ده، مش عارفه بقى جالي هستيريا ولا بقيت بخاف اكتر من الاول. فبقى مثلا اجي مثلا عشان موضوع السويت، انا لسه هعمل سويت بقى واتوجع واتالم والكلام ده، لا 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 انسوا خالص الكلام ده، لا لا لا. فاتجهت على طول لموضوع الشيفنج، بس في روتين معين او اسلوب صح هو اللي بيخليكي تعملي الشيفنج ويبقى الشيفنج حاجه حلوه مش حاجه وحشه. تمام، فيلا بينا نشوف الطريقه الصح ونبتدي الفيديو. طيب بداية كده بنات، مفيش حاجة اسمها يلا بينا هوبا خش الحمام حطي رجلك شيجي بالشيفنج شيلي الشعر انت كده خلصتي. الكلام ده يعني مش عايزة اقول هو زفت، يعني مش عايزة اقول ده كلام ما ينفعش خالص، مش هو دي الطريقة الصحيحة ومش هو ده الصح خالص. الصح ان انت اول حاجة هو الشيفنج دايما حاولي تعمليه، او هو لازم يتعمل وانت اوريدي تاخدي الدش بتاعك، يعني انت داخله تعملي دش، بتخشي اول حاجه تغسلي شعرك ومش عارفه ايه وكده، بيكون جلدك بقى طري من الميه ومن الميه السخنه عامه، او الميه عامه بيكون الجسم بقى طري ايا كان الميه اللي بتستخدميها. وبعدين اول حاجه بتعملي سكراب للمنطقه اللي هتعملي فيها الشيفنج. ودايما دايما دايما 80% من مشاكل الشيفنج، او مثلا دول 80 او 70% من مشاكل الشيفنج دايما بتبقى في منطقه الرجلين. فاعملي سكراب حلو. من وجهه نظري ان انت لما تيجي تعملي سكراب شهري هتستخدمي سكراب جامد وتخين. في سكرابات بقى بتبقى متوسطه زي مثلا بتاع بايو جلو دوت، او سكرابات كتير قوي بتبقى موجوده في قلب السوبر ماركت يعني والصيدليات. وفي السكراب اللي هو اليومي، او السكراب اللي هو الخفيف بقى اللي ممكن تستخدميه كل ما تيجي تعملي الشيفنج بتاعك، زي السكراب التحفه التحفه بجد ده من اوروفليم. ده شكله يا بنات اهو، ده سكراب اسمه لاف ناتشرال. هو بصراحه المنتجات بتاعه اللاين ده من اوروفليم هي بصراحه بنوته اللي اقنعتني بيه، وبجد انا بشكرها ان هي نصحتني بيه جدا. هسيب لكم طبعا في صندوق الوصف تحت اللينك بتاع البنوته بيبو اللي انا هو انستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها عشان اللي عايز اي حاجه من اوروفليم. هي مش بتديكي اي حاجه، هي كمان بتنصحك، فدي حاجه حلوه جدا. فاللاين بتاع لاف ناتشرال ده رائع. ده عباره عن اسمها اكسفوليويشن، صح اذا كنت بقول، وشاور جيل. ده يعني شاور جيل في نفس، هو بالفراوله ماشي، بالفراوله والورد. هو شاور جيل للجسم بس فيه حبيبات، عارفين بقى الحبيبات اللي بتبقى في الفراوله دي؟ هو انا مش عارفه هيبان عندكم ولا لا،
بصوا في حبيبات خضراء كده صغيره ماشي، هو في حبيبات كده بتعمل سكراب حلو قوي يعني، اصلا ريحته وهو بيعمل سكراب تحفه. فانا بستخدم دوت ماشي، بعمل قبل ما استخدم شيفينج بعمل سكراب، بحط الجل دوت، ومش على فكره مش كتير، حبه من الجل دوت مع الليفه المغربي تمام، وابتدي البسها وابتدي اعمل السكراب للمنطقه. طبعا اللي عنده الليفه المغربي عارف ان الليفه المغربي بيبقى فيها جنب خشن وجنب ناعم. انت بتستخدمي الجنب الخشن او الناعم على حسب انت شايفه الجزء اللي في جسمك فيه حبوب قد ايه، او فيه شعر قد ايه تحت الجلد، في جلد ميت قد ايه. لو عندك جلد ميت كتير او حبوب صغيره كتير او جلد يعني طالع تحت شعر طلع تحت الجلد كتير او كده، بتستخدمي طبعا الناحية الناشفة مع السكراب اللي هو اليومي دوت، هيديكي نتيجة تحفة تحفة تحفة. لو الدنيا عندك تمام ومفيش مشاكل كتير هتستخدمي الناحية الناعمة، وطبعا لما بتيجي تعملي سكراب الشهر التقيل بتستخدمي الناحية الناشفة ما فيهاش كلام تمام. وبتبتدي تعملي السكراب كويس جدا، وبعدين ننتقل بقى لمرحلة الشيفينج. اول حاجه الشيفنج يا بنات لازم، ما ينفعش تستخدميه كده وخلاص. هو طبعا اول حاجه احنا بنستخدمها على جلد مبلول، تاني حاجه ما ينفعش تستخدمي الشيفنج كده خلاص، انت عملتي السكراب وشطفتي جسمك من السكراب خلاص، ما ينفعش بقى تمسكي الشفره وتعملي، لا لازم تحطي حاجه على جلدك وانت بتشتغلي. انا بصراحه كنت في العادي كنت بستخدم، مش بشتري الجل بتاع الشفره ده او كده، كنت على طول بستخدم البلسم. اي بلسم في الحياه عندك استخدمي، اي بلسم شعر، اي بلسم استخدميه. انا بصراحه كنت مشتريه البلسم ده رخيص وموجود في السوبر ماركت وفي الاجزخانات تقريبا. انا كنت جايبه ده، بصوا ده انا بستخدمه فقط للشيفنج، ما بحطوش على شعري خالص، ده بستخدمه للشيفنج بس، جايباه للشيفنج بس، كنت بحطه وبعدين ابتدي اعمل الشيفنج بتاعي. طبعا بيسهل جدا عمليه الشيفنج، الطريقه سهله جدا. وبعدين جربت اللي هو الـ 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 الجيل شيفنج اللي هو بتاع ايروفلام برضو، اللي هو ده شكله ميشو اسمه سيلك بيوتي. الجيل ده اكتر حاجه يا بنات عجباني فيه، بصوا انا مش فاتحه علبه، انا بشمه كده من هنا، ريحته حلوه يعني، انت حلوه كده ازاي، حلوه قوي يعني، ريحته رائعه. وبصراحه باخد منه حبه صغيرين، وعلى طبعا الجلد مبلول بتعملي كده مش بتحتاجي كتير منه يعني. وبعدين بنبتدي نستخدم الشفره في ايه يا رورو، صلى على النبي كده. الشفره، نوصل بقى للشفره ذات نفسها. طيب اول حاجه الشفره ذات نفسها ايه بقى اخبارهم؟ بصوا انا جربت انواع شفرات كتير جدا الحقيقه، وفي الاخر طبعا بقول لكم بقى 7 سنين يا جماعه، يعني مش بنتكلم في رقم قليل يعني. فجربت الصراحه كتير، انا عارفه ان فينوس حلوه وكل حاجه، بس بصراحه انا شايفها غاليه قوي، غالية يعني غالية، مش هنكذب على بعض. بس كمان مش اي فينوس يعني، في الفينوس العادية دي عادية جدا بالنسبة لي ما فيهاش اي ميزة، هي الفينوس الغالية بقى يعني هي دي اللي حلوة. فانا كان لازم ادور على بديل الصراحة، فجربت بقى اللي هي الباكيتات اللي بتبقى في السوبر ماركت بتاعت جيليتو وبتاعت معرفش مين وبتاعت مش عارفة مين، اللي هي بتاعت الحريمي دي، كله معايا مش عارف، مفيش حاجة عجبتني خالص. واخر حاجة جربتها كان اللي هي باكيت بتاعت الشفرات بتاعت اورفلام برضو، اللي هي عامله كده دي، اللي هي نفس الماركه بتاعت الجل. بصراحه يعني عاديه جدا برضو، ما فيهاش اي ميزه، هي ده بشكلها، وهي الرقبه بتاعتها بتتحرك وليها الغطا بتاعها ده، وده بتبقى فيها هي 3 شفرات وحته بلسم هبله كده اهي تمام. بس بصراحة يعني ما مش شدتنيش يعني، لا مش هي دي برضه ماشي، عادية يعني عادية خالص. لكن الجيل ده هو اللي رائع بصراحة. نيجي بقى انا بستخدم ايه.
في بنات هتتصدم، في بنات مش هيعجبها الكلام، بس انا زي ما بقول لكم انا ماشيه على الكلام ده بقالي سنين، وهو ده اللي بستخدمه وهو ده اللي مريحني. انا بجيب مكنه الحلاقه اللي هي جيليت 3 بتاعت الرجاله العاديه جدا، اللي هي دي بتبقى غاليه شويه، بس المكنه نفسها دي بتبقى معاكي على طول، بس طبعا ارخص من فينوس يعني. دي بتبقى معاكي على طول، ده بيبقى شكلها اهي، بيبقى فيها قطعة من هنا كده، ده بتتفك وبتبتدي تركبي السنون الجديدة. دي بيبقى فيها 1 2 3، بيبقى فيها 3 شفرات، ومن هنا في بلاستيكة كده بتسهل عملية الحلاقة، ومن فوق في الجل الصبور ده او جل النعناع ده، بيبقى برضو صغير كده، بس الموس بتاعها بيجيب من الاخر يا جدعان. بصوا انا بقى دايما بجيب لها التغيير بتاعها، اللي هي الشفرات اللي هي بجيبها وبغيرها كل فتره، وبعد كده كل فتره برمي دي كلها وبجيب واحده جديده. تمام، يعني عايزه اقول لكم مثلا تجربه بسيطه قوي. انا في يعني ما جيت جربت دي في الوقت اللي عملت في دي ضعف الوقت اللي باخده في دي، يعني دي من اول مره بيو خلاص خلص الموضوع، انت مش محتاجه تعيدي تاني يا جدعان. دي لا شيل ومره تاني، وفاهمين لا انا عايزه انجاز، فدي في الانجاز من الاخر دي منجزه جدا جدا يعني بصراحه. تاني حاجه بقى، انا بتقرف جدا يا جدعان، بتقرف جدا لما بلاقي الشفره فيها جواها شعر، يعني بتقرف منها وببقى عايزه ارميها. فجيليت دي ما بيبقاش فيها المشكله دي خالص، انت مجرد ما بتعملي، مجرد ما بتشطفي الشعر، انت عارفه بتشطفي الشعر ازاي؟ طبعا انت قدامك حلين، ان انت بتبقي وانت بتعملي بتحطيها كده تحت الميه، بتعملي كده الشعر الميه بتنزل هنا فبيبتدي ينزل الشعر. وانا بصراحه بستحرم جدا ان انا ابقى سايبه الميه شغاله كل ده طول ما انا شغاله، فبجيب علبه او شفشق ميه او طبق في ميه كتير، وببتدي كل شويه احط فيه البتاع واعملها كده جامد ماشي، واروح عاملاها كده على طرف الطبق، كل اللي فيها بينزل في ثانيه، واول ما الميه بتتوسخ كتير بروح رميها وحاطه حبه ميه تانيين، لان حرام كميه الميه اللي بتبقى نازله ومفتوحه على الفاضي ماشي، بتنضف في ثانيه انت في ثانيه. دي بقى يعني دي بقى اول اللي زيها، يعني ما بتكلمش على بتاعه اورفلام بس، انا بتكلم على كل اللي زيها بقى نفس النظام، الشعر يفضل فيها واعملي كده واعملي كده واعملي كده وتنططي وتشقلبي وما بيخرجش منها، يعني لازم يعني في الاخر بعد ما خلصت لسه فيها شعر. دي استحاله استحاله ما بيكونش استحاله يكون فيها بعد استخدام 5 مرات والله ما بقاش فيها. دي يعني مثلا ممكن يبتدي يبقى فيها خلاص، ابتدت قبل ما تبتدي تتلم بقى، معرفش مع المره المية تقريبا. والله انا علمكم انا برميهم وما بيكونوش لسه تلموا والله العظيم، بس عشان بقول يعني ايه للامان اكتر يعني. يعني بجد جيليت دي انا بعشقها بعشقها بعشقها، يعني ما عنديش غنى عنها يعني. فدي رائعه. نيجي بقى لموضوع طب نعمل الشيفنج مع اتجاه الشعر عكس اتجاه الشعر، ايه بقى القصه؟ بصوا انا بالنسبه لي في ناس كتير جدا بتقول ان الموضوع ده بيفرق وبيجيب حبوب، لا بيزود، انا بصراحه الموضوع ده ما بيفرقش معايا خالص 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 يعني. انا كل اللي بعمله ان انا بمشي مره مع اتجاه الشعر، وانا راجعه برجع عكس اتجاه الشعر في نفس المنطقه في نفس المكان، مر اول مره مع اتجاه الشعر، المره الثانيه عكس اتجاه الشعر، هو ده كده اللي انا بعمله، والدنيا كده معايا بيس جدا. تمام، اخر حاجه بقى، اخر بقى فتي يعني، او يعني انا شايف الناس تحب تفتي كده، لا او بعد ما تعملي شيفنج او بعد ما تعملي مش عارفه ايه، اوعي تدهني كريمات عشان الكريمات دي مش عارفه بتعمل ايه وبتطلع ايه، ومش يعني ازاي انا اكون عامله شيفنج او عامله سويت او عامله اي حاجه وجلدي موهوت كده وما عندوش ترطيب، يعني حد بس يفهمني بالعقل كده ازاي يعني، لازم ده محتاج ترطيب يا جماعه بالعقل، يعني مش فهلوه هي يعني ولا فتي يعني. ده طبعا برضو وجهه نظري الشخصيه جدا يعني. فطبعا بعد ما بتخلصي
اكيد اكيد لازم ترطيب عندك اي لوشن بقى، يعني استخدمي اي لوشن، انا مثلا عندي دوت، عندي غيره، ايا كان اللوشن ده، لوشن بتاع فيكتوريا سيكريت، انت ممكن تستخدمي اي لوشن في الحياه تدهنيه. ممكن تستخدمي مثلا لو انت بشرتك من البشرات الجافه جدا، ممكن تستخدمي الزيوت، بس انا ما احبش كده يعني، بس لو انت بشرتك جافه قوي استخدمي زيوت عادي. استخدمي مثلا، ممكن في ناس بتحب جيل الصبار، بس انا برضو انا دايما مع اللوشن الخفيف للبشره عشان البشره تمتصه بسهوله، يعني اضمن حاجه، بحس ان هو اضمن حاجه انك تستخدمي جيل مرطب، سوري لوشن مرطب خفيف كده بعد ما تخلصي. وخلص الموضوع يا جماعه بكل سهوله، ولا في اي حاجه بقى من الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها، ولا الهري ده كله اللي بيتقال. ما بصراحه على موضوع الشيفنج، هو بس الموضوع كله ان انت بتحتاجي تعمليه كتير، بس يعني على مراحل برضو، يعني مثلا ممكن اعمل مثلا مره كل اسبوع مثلا، يعني فاهمين. في بقى بنات بتستهبل بصراحه، مش هنكذب على بعض، في ناس بتستهبل بقى وتفضل تعمل كل يوم، في ايه يا جماعه؟ لا يعني في ايه؟ طب ما هو كده غلط، ما هو كده غلط، كده مش صح يعني. اي يعني دايما بيقولك ايه، اي حاجه تزيد عن حدها تقلب ضدها على طول، اي حاجه في الدنيا تزيد عن حدها تقلب ضدها. فدايما خلينا في المتوسط، رينج المتوسط دايما هو ده بيبقى احسن حاجه في كل حاجه، فاهميني. وانا طبعا علشان خاطر زي ما قلت لكم انا برضو ببدل مع الشيفنج بالسالكابيل، فمش بحتاج ان انا اعمل حتى كل اسبوع، يعني بعمل يعني مثلا ممكن كل اسبوعين مثلا اعمل. ف دي كده الخلاصة يعني، وبس ما فيش اي حاجة تاني ممكن اقولها عن الموضوع دوت. انا كده جبت الخلاصة كلها، جبت الطريقة الصحيحة للاستخدام وازاي تحصلي على جلد ناعم مع الشيفينج. يا رب تكونوا استفدتوا يا بنات وتكون طريقتي عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة وبس. تابعوني على الانستجرام يا بنات، عشان الانستجرام دايما هتلاقوني بقول لكم كل الحاجات الجديده اللي بجيبها وبكلمكم عنها كمان، فما تنسوش تتابعوني. باي باي.